الله يعزك. السلام عليكم. الليل انا بكمل الكوبليه كامل يا ولد، اقسم بالله انك ظالم نفسك. مبدأ. والله مبدع، والله اني مبدع، بس حر شوي يا شباب. حر، يلا مشينا شدينا والله. يلا يا يلا 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 مجلس مجلس يلا 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 يا شباب. شو تقول؟ شو يركض ابو سعود؟ خله يا رجال يسوي، عندي لياقته زايده ما شاء الله عليه. ما شاء الله، الله يزيده من فضله. حمود 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 جوده حمود جوده ابو جوده. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. والله براد يا شباب، حرام يعني المفروض فطور. لا والله مو براد، الباب كان مفتوح. بالعكس غيرنا اليوم. ايه لا ترى شوف وقت خروجنا كان 100%. صح، خلاص الان تدخل صراحه. بس اليوم ترى كاتم الجو، توقع بكره بزين الجو. ها بزين اليوم الجو ايش فيه؟ اقول الليله ان شاء الله فقرتنا الليله الجايه. بعد اليوم اليوم تقول اليوم الجو ايش؟ اقول بكره بيزين الجو ان شاء الله. كاتم كاتم الجو كاتم. لا والله نحسبنا المعيدي حداك ما حد يفهمني. تحدينا. اسف. طيب كيف؟ يا الله كيف وش؟ كيف الشيوخ العناتيت؟ مخطي خطاهم في حرام هو حله. الا الكل يخطي، والله اخطوا وانا اخطيت وما حد يقول المخطي قدوة له. خنوره وش فيك دح علينا ذا؟ السلام عليكم على يجلس عندكم. ترى الفطور ما جاب السلطان قحطاني. ما جاب السلطان قحطاني. لو درينا ما افطرنا. بس الحمد لله درينا. انا سلطان قحطاني واحد. طيب وش فيك تحذفني؟ وانا بندر واثنين. احنا عطناك صلاحيات عشان الفطور، بس ليه تحذفني الحين؟ ما رميت ادرى رميت لكن الله رمى. ما ادري ايش دخلني. ايش دخلها؟ ما له دخل، بس احنا يعني ندخل اشياء في بعض. انت ايش رايك يعني؟ تشوف ان المثل راكب على انا ما سمعت شيء صراحه. يمكن تفكر اني الحقه صراحه. والله ما ادري عن رايك. رايي والله ان انا اجلس براد. والله شوف من ناحيه براد طبعا انا قايل هنيا تقول صادق؟ اي والله. طيب يبي لها بطانيتي معي على الموتر. اكيد كل سياره في بطانيه. بطانيه؟ بطانيه. ايه ما ادري عن بطانيه، بس يبي لها شرشف هنا. السجاده؟ لا 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 هذه حقت صلاه. شرشف شرشف ناخذ راحتنا صراحة فيه. الله يا مخدة هذه شو تسوي؟ خلي المخدة تقعد، أنا أفكر في أشياء ثانية وأنت تفكر لي في مخدة. وش هي؟ وش؟ ها؟ وش أشياء ثانية؟ فكر كيف كنا عايشين؟ وشلون كيف كنا عايشين؟ اشرحها لي. لا يعني يعني أتحلوها هذيك الأيام. يا حلوة حلوة والله العظيم صدقني البارح أسمع الشارع يوم سمعتها عد قبل يعلمون العيال يقول والله اللي يمر عليك أنت تقولها لي الظاهر. وش تقول لي يمر عليك يوم لتسمع الشارع لتحن تذكر يوم قلت لك أنت قال لي إيه كنت أنغت سمعتها قبل من كثر ما تكرر علي يوم يوم سمعت البارح تذكر تعرف شريط الذكريات مر قدامك بس انا مقهور من حاجه وش يوم كنا هنا كنا منغثين غصب تنغث لان انت انسان يصير لك في طاقه سلبيه لازم تطلع منك هذا شعور جالسين يعني كل يوم بتصير مبسوط لا جوالات ولا اتصال مع اقاربك الله حلوه اقاربك ذي في ذمتك والله واضح انها كلمه اعلاميه تعبان عليها وين درست؟ والله ما ادري كذا طلعت فجاه لا ممتاز يعني عندك في تطور الله يسعدك وكلمه من اقاربك ايه
انا مشكلتي ما قدرت اقولها. اقاربك سهله. اي هاي تحتاج دراسه سهله بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا احتاج دراسه. ترى دخلت علي دورات ابو سيف. ابو سيف انا ودي انا ام وش اخذت؟ دورات. مشتي ما اقدر انا اخذ لفات بس. تضحك لفات؟ ها؟ برسيم من رودس. ها؟ لفات برسيم من رودس. ادري انك تقول ها تتخيل ادري والله. لا لقيت بس انا بثنتين. وش هي؟ برسيم لقيته بس باقي رودس. طيب رودس. لا رودس. قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وقصارى في يوم ما للحب صوت ما حد عن الثاني درى. والله كلماتها قوية هذه. والله شعرها من هو؟ ما أدري كلماتها قوية. الله يا وقت مضى له بيدينا ما يروح. والله يا والله يا عمر انقضى من الأماني والجروح. شف كيف الشعر فكر. فكر ما هو بس صف لي كلمتين على بعض وزن وقافية وتعال وهلا عليه وادوخني. فكرة هي فكرة. قبل أكتب القصيدة أول شيء أطلع فكرة. اي أيوة والله. وأرسم وزنها وقافها وأكتب عليها. هذا هو. عرفت اللي أردم من فوق ومن تحت. سبحان ترى أنا أكثر ما يشدني القفلة. قفلة الأبيات هي اللي تشدني في الشعراء. بعضهم يبدع فيها. أنا غير. أنت مطلع. المطلع إذا نجح المطلع نجحت قصيدة. صح صحيح. لكن القفلة الشاعر في بعض القفلات يا ولد طرب. والله هي طرب. مثل قفلة هو من هو والله أنا على بالي شو اسمه. على بالي ولن تداري اللي جرى. أي عناد الشيباني. أيوة يوم يقول لبستي زمام ولا ما لبستي زمام. شيء تسوي لي بيمسك زمام الأمور. قبلها بيت ترى. قبلها ذي بيت بعدها. ايه يا 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 شو يقول لو انك تسكنين الخيام تبي تعود خيام البدو مثل قصر لفيتنا هاللي لو تسكنين الخيام نفتح بفرصك سعيدة.